سلمى من جديد. لدينا مداخلة فيها تساؤل ربما لنرى من سيكون معنا. تفضل. معكم مصطفى من جامعة أيت حمد. أولا تحية لك أستاذة خديجة وتحية كذلك للأستاذ المحترم. بصراحة موضوع اليوم موضوع له أهمية كبيرة، وخاصة أنه يناقش ظاهرة العنف الأسري والتي أصبحت ظاهرة مستحفلة بشكل سريع لا يكاد يخلو منها أي مجتمع، سواء كان هذا المجتمع متقدما أو متخلفا، وتتعدد أساليب وأشكال العنف الأسري من أسرة إلى أخرى، ابتداء من الضرب والجرح إلى التعذيب والترهيب ثم الإهمال والحرمان وانتهاء بالاعتداء الجنسي، بحيث نجد أن الذي يمارس هذا العنف فرد من أفراد الأسرة، قد يكون إما أحد الوالدين ضد أبنائهما أو عكس ذلك، أو عنف الزوج ضد زوجته وهو الأكثر انتشارا، وأن نسبة 99% من حالات العنف الأسري يكون مصدرها من الرجال، وبالتالي نجد أن من أول ضحايا هذا العنف النساء والأطفال والبنات. وأما عن الأسباب والدوافع فمنها اقتصادية واجتماعية وسياسية، وسنجد الظروف المعيشية والمزرية والصعبة، خاصة الفقر والبطالة على المستوى الاقتصادي. أما عن أسباب اجتماعية على المستوى الاجتماعي، نجد غياب ثقافة الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة، وكذلك بعض العادات والتقاليد التي تحث على الرجل أن يبين رجولته بالقوة والعنف في قيادة الأسرة. كذلك نشوء الفرد في محيط أو بيئة تعتمد على العنف بشكل أساس في التربية، كذلك إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض من الأمراض النفسية أو اضطرابات ناتجة عن الإدمان، وكذلك ضعف الوازع الديني والأخلاقي للفرد. وأما الأسباب السياسية والتي تتجلى في كثرة الحروب وعدم الاستقرار وتفشي الظلم والاستبداد إلى غير ذلك، ولهذا فالعنف الأسري يؤدي إلى تفكيك الأسر وتفريقها، مما يشكل تهديد خطير لكيان المجتمع بأكمله، وخصوصا وأن الأسرة هي القلب النابض لأي مجتمع. وكاقتراح لوقف نزيف العنف، يجب إيجاد حلول ووسائل جديدة تمكن من ردع المعتدين والمجرمين الذين يمارسون هذا العنف في حق أسرهم، وذلك بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة وقوانين الجنائية الزجرية وما يتعلق بواجبات أفراد الشرطة والنيابة العامة وأعوان القضاء في إنفاذ القانون في قضايا العنف الأسري. وبالتوفيق لك أستاذة خديجة، وشكرا. شكرا جزيلا لك مستمع مصطفى على تفاعلك معنا وعلى هذا التدخل يعني الدقيق جدا. الأخ الكريم عمل واحد تفصيل دقيق وشرح المسببات ديال هذا العنف الأسري على كل المستويات، اقتصادية، اجتماعية، نفسية، تربوية، سياسية، يعني عمل واحد توضيح شامل. شكرا. نعم، لهذا في النهاية ديال المداخلة كان يعني طرح مجموعة ديال الحلول اللي ربما تقدر يعني تطوق هاد الظاهرة ديال العنف الأسري. كانت إشارة قوية للوازع الديني أو الوازع الأخلاقي، يعني ربما هذا خصو يكون إلى جانب الردع القانوني. بطبيعة الحال نشكر للأخ الكريم مداخلته الدقيقة في الموضوع التي بسط من خلالها الروافد والمسببات الكامنة وراء ظاهرة العنف الأسري بتجلياتها، كذلك بسط مجموعة من مظاهر العنف الممارسة، سواء كانت مظاهر عنف جسدي أو نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي. وكذلك في الختام تفضل بطرح مجموعة من الحلول والآليات الكفيلة بردع الظاهرة. بطبيعة الحال نشرت الأخ الكريم جزءا غير يسير مما تفضل به. عندما نتحدث عن الحلول وعن وسائل ردع ظاهرة العنف الأسري، نتحدث في الأصل عن يجب أن نتحدث في الأصل عن روافد تلك الظاهرة، يعني ما نقدروش نقطع مع ظاهرة العنف الأسري بدون تفحص وتمحص وتمحيص هنا الروافد ديال العنف الأسري. العنف الأسري في غالب الأحوال يكون ممارس من طرف بعض الحالات اللي كتعني حالات أسرية اللي كتعني تفكك أسري بشكل أو بآخر. كاين الحالات ديال العنف الأسري، لا سيما الحالات اللي كيتم فيها اللي كيقوم فيها الأبناء بتعنيف الآباء ديالهم، كتكون ناتجة عن استهلاك للمخدرات. أنا هذا الاستهلاك المفرط أو الاستهلاك نوع من أنواع المخدرات كيخلي أنا الشخص الجاني أنه ارتكب جريمة ديال التعنيف، أو كذلك جريمة ديال قتل عمد في مواجهة الأصول للقانون الجنائي بمقتضى الفصل 396 كيعاقب عليها بالإعدام.
بالتالي هنا كربما كوسائل لمكافحة الظاهرة هنا كاين التنشئة الاجتماعية، كاين كذلك الوازع الأخلاقي كما تفضل الأخ الكريم، كاين كذلك بالإضافة إلى ما تم بسطه المعالجة هنا الإعلامية للموضوع، على اعتبار أن العنف يجب أن يتم القطع معه بكل تمظهراته. يعني بالتالي هنا لو كان حل مصاحبة وبمقاربات مختلفة مندمجة وبين قطاعية، عندما طبعا لو كانت هناك برامج أو ربما وصلات إشعارية مضادة للعنف بمختلف أشكاله تحديثا الظاهرة وكذلك العواقب اللي ممكن أنها تنشأ عليها. كذلك عندما نتحدث عن العنف الأسري نتحدث هنا عن إمكانية توارث ذلك العنف داخل الأسرة، يعني حتى إعادة الإنتاج. إعادة الإنتاج هذا اللي قصدته، لأن في الحالة اللي يكون فيها مثلا الأب يعنف الابن أو مثلا الزوج يعمل على إعادة الزوجة الإنتاج الابن يعمل على إعادة الإنتاج الظاهرة في الوسط المدرسي في الوسط والفضاء العام، كذلك ربما يعاود إنتاج الظاهرة عندما أثناء تأسيسه أسرة أسرتها الخاصة. بالتالي الظاهرة لها أبعاد ولها مجموعة من التجليات بطبيعة الحال تختلف حدودها.